ايه حكايه امريكا؟ امريكا انا اللي انا الوقت الوفاه بتاعتها انا جيت بعد 3 سنين سافرت انا عيلتي تقريبا كلهم بره مصر. فقلت بره القاهره يعني ولا بره مصر؟ لا بره مصر خالص، بره القاهره خالص يعني في جزء كبير يعني جدا اسكندريه وكده. لا في امريكا وفي في لندن جزء يعني كبير سواء من عيله والدي او والدتي. يعني انت زعزوعه خالص، بس عندي خاله تانية ربنا عامه اهو بتسند عليهم برضو. ربنا يخليهم. لا يبقى مش زعزوعه، لا ازاي بقى. فقلت مامي، امي كانت حالتها ابتدت تتحسن والدكتور طمني وكل حاجه، وانا فعلا كنت اتهديت. واحنا للاسف الشديد اكيد في تمريض كويس جدا، بس في المقابل بتاعه لا في ناس بتبقى برضو متعبه. فالتحمل المسؤوليه كان بيبقى اكتره عليا انا، وانا مبسوطه، انا مش متضايقه بالعكس يعني، بل بالعكس انا لو قعدتي جنبها طبعا قعدتي جنبها طبعا. ده هنا في مصر طبعا. وبعد كده خدتيها؟ لا انا اللي سافرت لوحدي، قلت هطلع 15 يوم اجازه وكان دكاتره متابعينها وكل حاجه كانت كويسه. انت ما اتجوزتيش؟ لا ما اتجوزتش. وسافرت، وبعد اسبوع من السفر بلغوني ان البقاء لله. امال ازاي كلمته في التليفون؟ بكلم البيت على طول كل يوم. كلمتيها؟ عادي، كل حياة الحياة مستمرة وجميلة وهي عادية وكل لا هي مش عادية، هي تعبانة برضو. تعبانة بس كلمتيها بقى؟ ما بيطلعش. لا أنا أقولها دي آخر كانت كويسة آخر مكالمة، أنا كذا كذا كذا، هي ما بتردش عليها لأن هي كانت حاجة عارفة زوزو حنتوسو كده. هي بقى فعلا حاجة بتيت خالص وغنطوطة كده وكميلة خالص ورقيقة، فهي أساسا صوتها ما بيطلعش، فهي عينة صوتها ما طلعش خالص يعني، كان صوتها ضعيف. قالت لك إيه نرمين؟ لا أنا فاكرة كل حاجة بتقولها. فاكرة الحوار؟ طبعا أنت بتحفظي كل الحوارات. لا أنا حافظة كل حياتي معاها. احكي لي الحوار التليفون. لا في التليفون لا، لكن ممكن أحكي الحوار قبل التليفون. تعبت مرة ودخلنا مستشفى وبقت كويسه خالص، هو مجرد ان الجو كان حر عليها قوي وانا كنت خايفه من الاير كونديشن لانها بتاعي بيجي لها برد على طول وكده، وبعدين فجاه ابقى نايمه حد يدخل عليك يقول لك الحي ماما بترجع دم، ادخل وافتكر انه دم اتريه وكانوا مأكلينها جالي حاجات يعني الحقيقه خضايد تخض طبعا. المهم مش هنسى، مش عارفه ليه الواقعه دي بالذات انا مش عارفه انساها. بصه كده كانت على السرير، كانت بصالي كده ومش عليها غير كلمه يا حبيبتي انتي حبيبتي تعبتك قوي. وانا طبعا بقى عماله صح ولا ما تقوليش كده، ايه مامي اللي انتي بتقولي ده؟ يلا بقى احنا قلنا ايه، احنا كله بيتوفى، عشان انا جدتي توفت 84 سنه فكنا بنقعد نهرج وهي توفت صغيره الحقيقه يعني. ف النظرة دي أو قعدتها وهي بتقولي كده دي مش ناسيها خالص، اللي هي بس عمالة تقولك يا حبيبتي يا حبيبتي. هي طبعا أنا هقولها بصوت عالي أكتر، هي بتقولي يا حبيبتي تعبتي قوي ربنا يخليكي ليا، فبس كانت بتقولها بقى بالطريقة بتاعتها دي. فكانت إيه آخر حوار معاها؟ لا هي كلها حوارات، مثلا مامي ممكن ايديا هنا مثلا، انا عايزه تحط ايديا عليا، ايديا بتاكلني، فتقولي ولا ظهرك، بس تقول ظهرك دي مش وش خالص، قلت لها اي حته، فكانت تلمسني كده وبتاع. كنت محتفله قبليها برضو بفتره كان عيد ميلادها، وقعدنا، هي بتحب كل الاغاني بتاعت زمان، صباح وورده وفايزه احمد وشاديه، وصوتها كروان، امي صوتها والله كروان. وانتي؟ لا اكيد مش هبقى زيها، اكيد مش زيها، لا والله. يعني انت عايز تقولي يعني انت دلوقتي واحده بتقولي صوت ماما كروان، يبقى مش معقوله نرمين ملكه الجمال صوتها. طب مش عايزه تفتكري لها اغنيه كانت بتغنيها؟ لا دي إيه عندها اغاني كتير جدا. لا عندها يعني انا فاكره اغاني كتيره ماما كانت بتغنيها يعني، ولما بسمعها ولما بغنيها لازم اعيط، وعارفه كل الاغاني بتحبها. ايه الاغنيه اللي بتحبها وبتغنيها؟ لا اغاني كتير يعني، هغني معاكي مثلا دور عليه تلقى
دور علي دور يلي عينيك شايفة وبرضو بتدور حقولك ايه وعيد لك ايه دور علي دور. الله الله يرحمه الله يرحمه. ده وقت ما هي كانت